بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابي الأعزاء وطلاب الصف الخامس العلمي في مراجعة للفصل الرابع الحركة. المقدمة: تعد الحركة من أهم متطلبات الأحياء، والحركة هي صفة مميزة للحيوانات، وقد نلاحظ حركة النبات أيضا، ولكن هذه تنتج عادة في التغير أو من التغير في الضغط نتيجة تضخم الخلايا التي امتلأت بالسوائل أو نتيجة النمو، وليس نتيجة لعمليات تقلص وانبساط الألياف العضلية كما هو الحال في الحيوان. فالحركة هنا من متطلبات الأحياء، من أهم متطلبات الأحياء، وهي صفة مميزة للحيوانات، وقد نلاحظ حركة النبات أيضا، لكن حركة النبات تختلف عن حركة الحيوان كونها تحصل عادة من التغير في الضغط، ونقصد به نتيجة تضخم الخلايا التي امتلأت بالسوائل أو نتيجة النمو. أما الحركة في الحيوان فإنها تحدث نتيجة لعمليات تقلص وانبساط الألياف العضلية كما هو الحال في طبعا الحيوان. فحركة النبات عبارة عن تغير في الضغط نتيجة تضخم الخلايا التي امتلأت بالسوائل أو نتيجة النمو، لكن حركة الحيوان عبارة عن تقلص وانبساط الألياف العضلية. تحدث الحركة في الحيوان بأشكال وصور كثيرة، تتراوح بين حركة السيتوبلازم والحركة الحرة القوية للألياف العضلية، أي الحركة العضلية كما في الفقريات. ولقد أصبح معروفا الآن أن معظم حركة الحيوانات تعتمد أساسا على ميكانيكيات أساسية واحدة تتلخص بتقلص وانبساط الألياف العضلية، والتي تحوي ليفات دقيقة أو خيوط دقيقة. تستطيع أن تنجز فعل الحركة عندما تزود بالطاقة اللازمة من مركب الأدينوسين ثلاثي الفوسفات. تناولنا سابقا هذا المركب وقلنا أن هذا المركب ينشأ نتيجة التنفس الخلوي. أيضا لاحظ النباتات تنتجه من خلال عملية البناء الضوئي، وهو مركب غاية في الأهمية، ولا يمكن للأحياء أن تستمر من دون كونه مهم للتقلص العضلي وللإفرازات الغدية ولبناء المواد ونقل المواد عبر الأغشية الخلوية وغيرها من الفعاليات الأخرى التابعة للخلية. وفي جميع الحالات يصرف الحيوان مقدار من الطاقة تتناسب مع الكتلة المتحركة والمسافة المقطوعة. فالطاقة هنا تتناسب، ومقدار صرف الطاقة يكثر صرف الطاقة كلما كبرت الكتلة المتحركة وكلما زادت المسافة المقطوعة. والحركة اللي قلنا هي عبارة عن صفة مميزة للحيوان، وأيضا النبات نلاحظها في النبات، قد تكون موضعية تتمثل بتحريك جزء من الجسم من اتجاه إلى آخر، أو قد تكون انتقالية أو نتيجة انتقال كائن الحي من منطقة لأخرى. الحركة في الأحياء وحيدة الخلية، تمتلك الأحياء الأولية البدائيات والطليعيات ميكانيكيات حرة متنوعة تتناسب حجومها والبيئة التي تتواجد فيها. عندنا الموضوع الأول، الحركة اللي يخص الحركة بالأحياء وحيدة الخلية، الحركة الأميبية. طبعا هي الحركة المميزة للأميبة، وأيضا قد تلاحظ كما تتم مثل هذه الحركة في بعض أنواع الخلايا في الحيوانات الراقية مثل خلايا الدم البيض والخلايا الجنينية الميزنكيمية. خلايا الدم البيض والخلايا الجنينية الميزنكيمية طبعا، وغير ذلك من الخلايا الحرة. فالحركة الأميبية تلاحظ فيها الأميبة، وأيضا في خلايا الدم البيض وخلايا الخلايا الجنينية الميزنكيمية وغير ذلك من الخلايا الحرة. والأميبة تتحرك باستخدام فراغ الأقدام الكاذبة. شنو نقصد بالأقدام الكاذبة؟ هي عبارة عن بروزات من جسم الخلية تبرز وتنكمش من أي مكان على سطح الخلية، تمكن الأميبة من الحركة، وهي عبارة عن بروزات من جسم الخلية تبرز وتنكمش من أي مكان على سطح الخلية، فلذلك تعتبر أقدام كاذبة غير ثابتة في موقعها.
لاحظ الشكل المظهر الخارجي للأميبة، الأميبة غير منتظمة الشكل ويمتد القدم الكاذب. لاحظ عدد الأقدام الكاذبة اللي تمتد، تبرز بشكل مؤقت وتتراجع. أيضا لابد لنا من استعراض جسم الخلية أو جسم الأميبة. جسم الأميبة مغطى بغشاء حي رقيق يسمى الغشاء البلازمي، وتوجد تحته طبقة رائغة غير محببة هلامية تسمى بالإكتوبلازم، وتحت هذه الطبقة وتحت الطبقة الأخيرة طبعا طبقة أكثر سيولة تسمى الأندوبلازم. فالجسم هنا تلاحظ الجسم مغطى بغشاء، هذا الغشاء يسمى بالغشاء البلازمي، وتوجد تحته طبقة رائقة غير محببة هلامية تسمى بالإكتوبلازم، يعني هاي الطبقة ملاصقة أو قريبة من الغشاء البلازمي، وتقع تحت الأخيرة أي طبقة الإكتوبلازم طبقة لكنها أكثر سيولة تسمى بالإندوبلازم. كيف تتم الحركة الأميبية؟ تتم بواسطة عدة عمليات أو فعاليات يقوم بها الكائن الحي. أولا تتمدد القدم الكاذبة نحو الخارج، تتمدد القدم الكاذبة نحو الخارج. ثانيا يندفع الاندوبلازم إلى الجانب في موضع القدم الكاذب ويحل محل الإكتوبلازم. يندفع الاندوبلازم إلى الجانب، لاحظ هنا الاندوبلازم يندفع الاندوبلازم إلى صائل، هاي المادة التي تكون إلى الداخل تندفع إلى الجانب في موقع القدم الكاذب وتحل محل الإكتوبلازم. جيم ينسحب الأكتوبلازم نحو الداخل ويتحول إلى أندوبلازم، ينسحب الأكتوبلازم نحو الداخل ويتحول إلى أندوبلازم. ودال يبدأ الأندوبلازم من جديد بتكوين قدم كاذب وفي اتجاه مختلف، والخطوة الأخيرة بتكرار هذه العملية تكون الأميبة قد أنجزت حركة انتقالية ضمن الوسط الذي تعيش فيه. فكيف تتم الحركة الأميبية السؤال؟ أو كيف تنجز الأميبة حركة انتقالية ضمن الوسط الذي تعيش فيه؟ بواسطة الأقدام الكاذبة واندفاع الأندوبلازم وانسحاب الأكتوبلازم وتحويل الأندوبلازم واندفاع الأندوبلازم من جديد تكوين قدم كاذب. الحركة الثانية الحركة الهدبية، وتحدث في البراميسيوم وهو من الطليعيات الهدبية. تتم الحركة الهدبية في الأحياء وحيدة الخلية المهدبة مثل البراميسيوم بواسطة الأهداب. والأهداب عبارة عن لواحق متحركة دقيقة تشبه الشعر، يتحرك بواسطتها البراميسيوم، عبارة عن لواحق دقيقة متحركة دقيقة جدا طبعا ومتحركة وتشبه الشعر. يتحرك البراميسيوم، أي كيف تتم الحركة في البراميسيوم؟ أي الحركة الهدبية بواسطة أهدابه التي تكون حركتها حركة نموذجية متناسقة، حركة نموذجية متناسقة. لاحظ الأهداب تراكيب دقيقة تشبه الشعر منتشرة حول جميع المحيط الخارجي لجسم البراميسيوم. أيضا من ميزات الأهداب أنها تكون حيث ترتبط الأجسام القاعدية للأهداب، كل هدب مزود بجسم قاعدي، ترتبط الأجسام القاعدية أهداب بليف عصبي يكون مسؤول عن تنظيم واستمرار هذه الحركة. وحركة الأهداب تدفع البراميسيوم إلى الأمام أو إلى الخلف وبعكس اتجاه حركة الأهداب. فالبراميسيوم يتحرك بواسطة الأهداب، ومن ميزتها الحركة أنه تكون نموذجية متناسقة. وأيضا الأهداب لها أجسام قاعدية، ترتبط هذه الأجسام القاعدية بليف عصبي يكون مسؤول طبعا عن تنظيم واستمرار هذه الحركة النموذجية المتناسقة. والحركة أو حركة الأهداب تدفع البراميسيوم طبعا إلى الأمام أو إلى الخلف وبعكس اتجاه حركة الأداء. الحركة بواسطة الأصوات، يكون الصوت أطول من الهدب. طبعا احنا عددنا مقارنة لكم موجودة في الملخص
حاولوا تستفادون من عدة. لاحظ المظهر الخارجي اللي يورينا الشكل 4-3 ويتضح فيه الشكل موقع الصوت في نهاية الخلية، فيكون الصوت أطول من الهدب وعادة مفردا وبأعداد قليلة في إحدى نهايات الخلية. وتوجد الأصوات في الأحياء الأولية الصوتية مثل اليورلينا وكذلك في الحيوانات المنوية والإسفنجيات، فالصوت ميزاته أطول من الهدب ويكون مفردا وبأعداد قليلة في إحدى نهايات الخلية. وأيضا توجد الأصوات في الأحياء الأولية الصوتية مثل اليورلينا والحيوانات المنوية والإسفنجيات، يتشابه ما هو تركيب الصوت يتشابه تركيب الصوت مع الهدب بدرجة كبيرة، إلا أن الفرق في ميكانيكية عملها، آلية العمل هنا تختلف. كيف تختلف؟ الصوت يضرب بطريقة متماثلة متموجة تشبه حركة الثعبان، وبذلك يندفع الماء باتجاه المحور الطولي للصوت. أما الهدب فتكون ضرباته ضربة قوية وسريعة وفي اتجاه واحد، تتبعها ضربة بطيئة، وعلى هذا فإن الماء سيندفع موازيا لسطح المادة. فهنا مقارنة بين عمل الصوت وعمل الهدب. الصوت يضرب بطريقة متماثلة متموجة تشبه حركة الثعبان، ويندفع الماء باتجاه المحور الطولي للصوت أما الهدف فضرباته تختلف، كونها ضربات قوية وسريعة في اتجاه واحد تتبعها ضربة بطيئة، والماء يندفع موازيا للسطح المهدب. هاي مقارنة بين حركة الهدف وحركة الصوت. وبشكل عام يمكن القول بأن حركة الأصوات تتم بنفس الطريقة التي تتم فيها الحركة في الألياف العضلية الفقريات، أي أنها تحصل بفعل تقلص والانبساط، بفعل التقلص والانبساط الذي يحصل بفعل النبيبات الدقيقة داخل الصوت. درسنا القادم إن شاء الله الحركة في النباتات.